أعطيت منحة أرض، ويقول أخبرني رجل أنه سوف يستخرجها من، يقول أخبرني رجل أنه سوف يأتي له بالأرض بمبلغ مالي، يقول فما حكم ذلك؟ هل يعد من الرشوة؟ نعم، إذا كان مسؤول هذا رشوة، أما إذا كان ما هو مسؤول ولو يبي يتعب لك ويراجع بها فلا بأس، أما المسؤول لا. نعم.